لكن الآن ما يتكلمون به بهذه الأوهام، وعذرا لهذا الكلام، بهذه الأكاذيب، وجود وكر إسرائيلية. يا حبيبي، قتل طفل عمره 9 أشهر، قتل بنية عمره 10 سنوات، قصف مناطق مؤهولة بالسكان في 5 مناطق. يعني بيان الحرس الثوري الإيراني مناقض تماما مع الفعل ومع الواقع. صواريخ الفاتح 110 اللي تزن وزنها 3.5 أطنان، وطولها 8.5 أمتار، وقطرها 50 متر، و 500 كيلومتر متفجرات. هاي صواريخ للحروب، للحروب الكبيرة، مو صواريخ لضرب بيوت وبها ناس وبها أطفال. دائما نحن نقول، ونحن من هنا نعرف ماذا سبب هذا الاعتداء السافر اللي كل العالم يعتبره اعتداء. حتى رئيس الوزراء، هاي قفزة نوعية جيدة من رئيس وزراء استخدم ضميره الحي وقال هذا اعتداء وسوف نعيد علاقاتنا، يؤثر على علاقاتنا مع إيران. هاي أول قفزة نوعية وجراءة، ونتمنى أن يظل على هذا المخيل. لأنك سألتني عندما يرجع راح يصل له، لا، احنا نتمنى هذا الموضوع، لأن هناك أدلة كثيرة، حتى البيان والخطاب من المكون الشيعي، من كثير من أصحاب الضمائر الحقيقيين تغير الأيام واعتبروا عدوان سافر.